ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. قبل اي حاجه خلينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في الفيديو دوت هشرح لكم مهمات الاسبوع الاول للسيزون 14 الجديد، واكيد مش محتاج اوصيكم. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد لايكات، عايزين نعوض الايام اللي فاتت اللي ما كنتش بنزل فيها فيديوهات، لان فعلا اللايك بتاعك بيفرق معايا جدا وبيخليني اتحفز وانزل فيديوهات اكتر واتعب على نفسي اكتر في المحتوى وانزل لكم احسن حاجه. فما تنساش تعمل لايك، ولو اول مره تشرفني يا ريت تشترك في القناه. من غير رأي كتير خلينا نبدأ الفيديو بتاعنا على طول. خلينا نبدأ في أول مهمة من مهمات الناس اللي مش شحنة السيزون، وأول مهمة فيهم بتقول كومبو انعاش أعضاء فريقك 24 مرة في الوضع الكلاسيك. أعتقد كلكم فهمتوا، بمجرد لما حد من فريقك يقع هتصحيه 24 مرة، ولو انت شاحن ولا معاك في الفريق شاحن برضو، وانت مثلا صاحبك في الفريق وقع وانت صحيته 12 مرة وصاحبك برضو صحاه 12 مرة برضو، هتكون خلصت المهمة بسهولة. المهمة التانية معانا هتكون عبارة عن 3 مهمات وانت هتختار مهمة واحدة منهم. اول مهمة فيهم اهبط على اي سطح في بوشينكي اللي في خريطة ايرانجل 3 مرات. كل اللي عليك انك لما تنط من الطيارة تنزل على اي سطح في مدينة بوشينكي وهتكون خلصت المهمة. والمهمة التانية هتهبط على اي سطح في لوس ليونيس في خريطة ميرمار 3 مرات، زيها زي المهمة اللي فاتت بس في مدينة لوس ليونس. المهمة التالتة اهبط على اي سطح في كواري في خريطة سان هوك 3 مرات في الوضع الكلاسيك. كل اللي عليك هتختار مهمة واحدة من الثلاث مهمات دول وهتعملها، وممكن عادي تعملها في سيلفر غير اللي انت بتلعب عليه وهتخلص معاك برضو المهمة. المهمة التالتة احتل مركزا ضمن افضل 3 مع الاصدقاء مرتين في الوضع الكلاسيك. لازم تفضل لحد اخر 3 فرق في الجيم مرتين، بس لازم على الاقل يكون مع صديق واحد عشان تتحسب معاك المهمة. المهمة الرابعة اكمل 14 مباراة في مود الساحة. كل اللي تعمله انك هتلعب 14 جيم في مود الساحة، واظن انها مش محتاجة شرح. المهمة الخامسة معانا مطلوب منك تلتقط 20 قنبلة دخانية اللي هي اللي سموك في 20 مباراة. لازم كل جيم يكون معاك على الأقل واحدة سموك لمدة 20 جيم وهتخلص المهمة معاك، بس خد بالك إن حتى لو خدت في الجيم أكتر من واحدة سموك مش هيتحسب لك غير واحدة بس. المهمة السادسة والأخيرة في المهمات المجانية، اقتل 20 عدو باستخدام البنادق الرشاشة في خريطة ليفيك الجديدة في الوضع الكلاسيك، والبنادق الرشاشة هي أسلحة الإس إم جي زي الأوزي واليو إم بي. دلوقتي هنبدأ بأول مهمة من مهمات الناس اللي شحنة السيزون، وأول مهمة فيهم اقتل 2 أعداء خلال قيادة أي مركبة في الوضع الكلاسيك. المهمة ديت مش محتاجة شرح، كل اللي عليك وأنت سايق العربية هتدوس 2 وهتكون خلصت المهمة. المهمة التانية هتكون عبارة عن مهمات مجمعة، كل اللي عليك هتختار مهمة من التلات مهمات دول الجايين. أول مهمة فيهم ألحق مجموعة 3600 من الضرر في الوضع الكلاسيك. تاني مهمة قم بإلحاق 7500 من الضرر في الساحة. تالت مهمة قم بإلحاق 4000 من الضرر في الحمولة. هتختار مهمة واحدة من التلات مهمات دول، وأنا أنصحك إنك تختار المهمة التانية بتاعت الساحة لأنها أسهل واحدة فيهم. المهمة التالتة اقتل أي عدو من مسافة تبعد 200 متر مرتين في الوضع الكلاسيك. كل اللي تعمله إنك هتنوك أي عدو أو بوت مرتين وهتبعد عنه مسافة 200 متر، وأول ما تبعد عنه مسافة 200 متر ويموت هيتحسب لك على طول. آخر مهمة معانا في الفيديو بتقول سافر مسافة تبلغ 20000 متر خلال قيادة أي مركبة في الوضع الكلاسيك. كل اللي تعمله إنك هتفضل سايق العربية لأكبر مسافة ممكنة عشان تخلص المهمة بسرعة. وصلنا لنهاية الفيديو، فلو أنت وصلت لحد هنا أحب أشكرك جدا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، عشان زي ما أنا قلت في الأول عايز أشوف دعم حلو عشان أستمر وأحاول أنزل لكم فيديوهات أكتر. وبس كده، أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله.